اليوم الكتل هي دائما ما تندد بأن السيد الكاظمي إعلانه غير دقيق وغير، ومن المفروض ليس السيد الكاظمي أن يعلن وقت الانتخابات ويحدد، إنما المفوضية. واليوم الكتل تعتذر بجوانب فنية بأن الدوائر المتعددة، وأيضا هنا يعني السيدة عالية نصيف وغيرها ذكرت بأن هنالك مشاكل بالنسبة للدوائر المتعددة، بالنسبة للجوانب الفنية، التعداد السكاني، أيضا المحافظات المتنازع عليها اللي هي ديالى وأيضا نينوى وكركوك. ممتاز، وهذا ما يريده السيد الكاظمي وقد جاءه على طبق من ذهب. وهنا يطلع كأنما هو ادعاء مو صحيح للسيد الكاظمي، لا يعني لا لا شيء لا. وهو لا يطبق. احنا شوف لا نقرأ ما في داخله، ولكن نحن كشعب، نعم والله نحن مع تأخير الانتخابات من أجل ألا تتكرر المأساة مرة ثانية. والسؤال هنا يعني أنت تعرف أن رئيس البرلمان وهناك كتل سياسية، نحن نريد انتخابات أبكر. كلمة أبكر هذه كلمة عرفها العراقيين، ومنه سمح للسيد كلمة الكادم. البعض يراها إعلامية دكتور سلام، لتكن يعني لتكن ما تكن، لأن جوانب الفنية هم قانون الانتخابات لحد الآن ما متفقين عليه. لتكن ما تكن، السيد الكاظمي هذه النقطة وغادرها. أنا قلت لكم انتخابات في 6/6، أنتوا جاهزين أنا معكم، أنتوا غير جاهزين تؤجل، هذا غير، هذا موعد غير مقدس. ولذلك اذا انت مثلا ما عندك ميزانيه انتخابات، زين انا بدي اسالك بهذه النقطه. نعم. دكتور سلام. نعم. هل هي هذا الاعلان، نعم، هل هو عن دراسه مستفيضه، دراسه دقيقه، دراسه عن باحثين بان هذا الوقت هو كافي لاجراء لا. هذه الانتخابات لا. ام هي مجرد كلمه من اجل يعني نقول مناغمه الشارع، ارضاء الشارع، وفقط اعلان؟ هذا لعب سياسي. أه. هذا لعب سياسي محنك ومحترم. نعم. نحن كشعب نحترمه. يعني هذا أكيد مثل ما تفضلت أنت غير مدروس ولا محسوب ولا كذا، ولكن أنت حينما تحاصرني بالبرلمان وتفتح علي الجيوش الإلكترونية والسيد الكاظمي يستمتع بالسلطة ومريدي كذا ويتملص، شو أسوي لك أنا؟ تفضل يابا، هذا موعد انتخابات. أنا إذا أقول لك بعد سنتين تقول ها، إذا خرج عن الاتفاقية، إذا الكاظمي نكث بوعوده والطلعة خاين قدام الشعب. جيد. تفضل أخوي. إذن 6/6 تفضل. إذا كلام السيد ملا طلال غير دقيق الذي أعلن بأن الانتخابات وموعد الانتخابات وإعلان هذا الانتخابات هو عن دراسة مستفيضة وليس مجرد كلام. لا لا، هذا هو كلام غير صحيح. غير دقيق. هذا كلام غير دقيق. يعني تؤكد إنه كلام السيد ملا أحمد طلال الناطق باسم رئيس الوزراء بأن كلامه غير صحيح؟ لا، الكلام اللي قاله السيد الملا الناطق باسم رئيس الوزراء، يمثل رئيس الوزراء لا لا اليوم الناطق، يعني نتيجه حسابات وكذا، انا اختلف معه بالراي. نعم. ولا توجد حسابات تشير بان شو الخزينه المليانه. لو احنا متفقين على قضايا خطيره جدا في فض الانتخابات. نعم. لو احنا متفقين على اليه تغيير الدستور، لو احنا متفقين على الثلث المعطل، لو احنا متفقين على قضيه كركوك، لو احنا متفقين على القضايا المتنازع عليها. نعم. حقيقه مطبات كثيره وكثيره جدا، ولكن السيد الكاظمي بهذه الخطوه انا اعتبر حقق نصر سياسي ورمى مثل ما تفضلت الكره في ملعب البرلمان المتشاكس. نعم. هذا البرلمان حقيقه الشعب العراقي يعني باستثناء يمكن من 60 إلى 70 شخصية فيه، وإلا البقية عبارة عن يعني هم وغم على العراقيين. جيد دكتور، إذن هنا نرجع إلى نقطة وذكرتها بأن الكتل السياسية البرلمانيين قبل أن يعلن السيد رئيس الوزراء موعد الانتخابات المبكرة كانوا دائما يتغنون بهذا المبدأ وبهذا الهدف، وأن حكومة السيد الكاظمي هو هدفها الانتخابات المبكرة وليس عليها الأهداف الجانبية التي تحدث عنها، والمشروع الذي ذكره السيد الكاظمي كأنما هي تريد أن تحبط من هذه الحركة للسيد الكاظمي. اليوم السيد الكاظمي أعلن موعد الانتخابات، لماذا لم تتفق هذه الكتل التي كانت تتغنى بهذا المبدأ إلى غاية هذه اللحظة على قانون الانتخابات ولم تمرره في مجلس النواب؟ لأن هذه الكتل لا زالت متشبثة بالفشل. هناك فرق بين الفشل والتشبث بالفشل. نعم. هذه حقيقة يعني قمة الخنوع والانبطاح أمام السلطة التافهة والتهافت على السلطة. يعني أنا أتعجب من كتل سياسية لحد الآن تعترف بعظمة لسانها أنها فشلت وأنها قادت العراق إلى الخراب والاقتصاد العراقي إلى الهاوية وعطلت كل شيء، وبعدها يعني تعزف على وتر العودة إلى الساحة. أنا أقول لك أن المرحلة التي مر بها العراق مرحلة مؤلمة،
وحقيقة يعني بلا شماتة يمكن كورونا شوية أدبت المتغطرسين. فأنا أذكر تقرير استلمته من الأمم المتحدة عام 2015 بيّن فيه أن ضحايا العراقيين فقط في عام 2015 هو 15 ألف ضحية، 80% من عندهم من المدنيين. هذا الرقم كان غائر في صدري، ولكن كورونا حصدت من أمريكا في يوم واحد ربما 15 ألف. ولذلك حقيقة إرادة الله هي التي تنتصر، وهذه دعوة إلى الذين يتشيطنون. أنا أقول لكم يتشيطنون إيش؟ شوف الفضيلة يا أخ فلاح، دائما هي نقطة وسط بين رذيلتين. الفضيلة وسط بين رذيلتين. الشجاعة فضيلة، لكن من زادت عن حدها أصبحت تهور. من قلت عن حدها أصبحت جبن. الكرم فضيلة، من زاد عن حده أصبح تبذير، ومن قل عن حده صار بخل. فإلى الذين يستعرضون عضلاتهم، إلى الذين يستقون بالآخرين، أنا أقول لكم إن إرادة الله أكبر منكم، وأن العراق لا يمكن ابتلاعه، وأن السيد الكاظمي مؤتمن على رسالة. نحن نتمنى له النجاح وندعمه لكي ينجح، ولكن إذا فشل السيد الكاظمي لا قدر الله، هذا لا يعني نهاية العالم ولا يعني نهاية الشعب. الشعب لن يموت وسيلتحق بالآخرين الذين سبقوه بالفشل، ولكن نحن لحد هذه اللحظة نرى أن بدايته موفقة، وعلينا كعراقيين أن ندعمه. علينا أن نتنازل عن الأجندات الخطيرة ونتوجه إلى شعب لم يعد أن يصبر. الشعب العراقي بعد لا يمكن أن تمر عليه صفقة بعد أحداث تشرين، بعد أحداث أكتوبر، بعد 630 شهيد اللي هو ضعف عدد البرلمان اللي ماتوا، بعد القنابل المنفلقة التي طالت الجماجم، بعد الكواتم التي طالت الصحفيين والناشطين والمدنيين، بعد الاعتداء على المسعفين والمسعفات. نعم، الشعب من حقه أن يوقف النظام السياسي الذي لم يحقق له الأمن ولم يحقق له الخدمات عند حده.